لأن الفكة كثيرة ومش هتفرق معاك. فكر مجموعة من الشباب في الطريقة الأمثل لاستغلالها، وذلك بعد أن اطلعوا على تجارب عديدة خارج مصر ورأوا أن الفكرة قد أثبتت نجاحاً بجدارة، فتمنوا نقل التجربة إلى مصر، لا سيما وأن هناك قطاعات عديدة في البلاد تفتقر إلى الدعم اللازم لتطويرها والنهوض بها. والفكرة تعتمد على أن يتبرع الناس بالفكة والتي تتبقى معهم يومياً، ويتم جمع التبرعات واستغلالها لتطوير وتنمية الدولة في 5 فروع أساسية هي التعليم والصحة والصناعة والثقافة والرياضة، وذلك من خلال إقامة مشاريع في هذه المجالات، وأيضاً من خلال دعم المشروعات القائمة بالفعل. وتختلف فكرة الحملة عن غالبية الحملات والجمعيات الخيرية في مصر بكونها تهدف إلى تطوير البلاد وليس فقط سد حاجات الفقراء من خلال تقديم الأغذية أو الملابس والتي يحتاجونها. مباشرة الحقيقة إن فكرة الجمعيات المدنية فكرة مستحسنة جدا، لكن دايما بتبقى موضع شك لما تكون الناس قائمين عليها ناس كبار، فأنا أعتقد ليهم مصالح وليهم أهداف وإنهم ممكن يأثروا من وراء الجمعيات المدنية دي. لما بتكون الجمعيات المدنية أو العمل الأهلي قائم عليه شباب الأمر بيختلف تماما، لأن ما بنعتقدش إن وراهم مصالح أو وراهم أهداف مثلا سياسية أو أهداف مشبوهة عاوزين يحققوها، هم فقط حاسين بمشاكل المجتمع بمشاكل الشباب وعاوزين يحلوها. النهاردة هنتكلم عن جمعية فكرة لريادة الأعمال، ودي جمعية هنشوف القائمين عليها كلهم شباب لسه طلاب صغيرين لكن عندهم أمل في المستقبل. هنشوف فكرة الجمعية إيه، الهدف منها إيه، إيه خططها المستقبلية، وإيه اللي هم بيعملوه خدمة الشباب. معانا وبينورنا النهاردة هايدي سمير، هي طالبة في إعلام إنجليش وهي المسؤولة عن قسم العلاقات العامة أو أحد أعضاء قسم العلاقات العامة في الجمعية. أهلا بك يا هايدي. ومعانا كمان أحمد الديب المسؤول عن تطوير الأعمال في الجمعية، أهلا بك يا أحمد. ومعنا ياسر درويش رئيس الجمعية وكلهم من الشباب، أهلا بك. أهلا وسهلا. صباح النور. مش ناويين على أي حاجة في الجمعية دي، مش ناويين تعملوا الأهداف والربح أو أي لا حاجة؟ لا خالص. أنا هبدأ معاك يا هايدي مع أصغر عضو في الجمعية. هايدي كلمة تتكلم إيه الأهداف بتاعتك؟ أوكي، احنا اصلا نون بروفيت اورجانيزيشن، مش هدفها للربح خالص، واحنا ملناش اي علاقه بالحكومه. احنا كل فكرتنا ان احنا نستفيد من الفكه، كسر الجنيه، ربع جنيه، نص جنيه، كوينز عموما بشكل عام. يعني حيكون انت داخل هايبر ماركت بتبقى داخل تشتري برودكتس كتير وكده، تيجي تدفع بيتبقى 2 جنيه، فممكن الفكه دي احنا اوكي ما بتمثلكش حاجه بس بنستفيد منها، جنيه على جنيه على جنيه بيفرق معانا. نستفيد بالفكه دي ان احنا بنيجي مثلا حد عنده فكره، عنده مشروع بس ما عندوش الامكانيات، احنا بقى بنحاول نوفر له الامكانيات دي بالفكه اللي حضرتك ساهمت بيها. دي بتاخدوها ازاي او بتحصلوا عليها ازاي الفكه دي؟ في الهايبر ماركت احنا لينا كذا طريق، عن طريق ميجا خير، دي مسج بتتباع ب5 جنيه، عن طريق الهايبر ماركت بيبقى فيه صناديق خاصه لينا، عن طريق اونلاين ممكن، عن طريق فوري، يعني في لينا كمان حسابات في البنوك كده. طب انا هروح لياسر، معلش على طول بعد كده ارجع لك يا احمد. ياسر انت رئيس الجمعيه، وبالتالي يعني عاوزين نعرف اكتر ازاي جات لك الفكره وازاي جات لكم الجراه ان انتوا تعملوا جمعيه. اكيد الجمعيه محتاجه برضو فلوس، هتاجروا مكان، هتتعاملوا مع كل الهايبر ماركت اللي موجود، هتعملوا حسابات في البنوك، دي حاجات مش سهله. أكيد. محتاجه يعني اداره اعمال ومحتاجه دراسات حسابيه، يعني ازاي عندكم الجرأة دي والفكره اللي حركتكم دي جت منين؟ طيب هي الفكره بس بدايه جت منين؟ جت بالصدفه، كنت بتفرج على استاذه بهيم حجازي كان مستضيف الفنان محمد صبحي، فكان بيتكلموا شويه يعني في السياسه وحاجات كده، فبالصدفه جت ان الفنان محمد صبحي كان بيشرح برضه حته ان هو كان في امريكا، فكانت الفكره يعني لحد ما بتنفذها شبهها يعني. فانا اصلا الفكره كان يعني من كذا سنه كانت موجوده في دماغي بس ما كنتش عارف اخد الخطوه ازاي. فالخطوه جت ان انا بدات كحمله عاديه خالص، فلما جيت احتك مع المؤسسه الخيريه او يعني المستشفيات اللي احنا ممكن نودي لها الدعم ده، فشرح لي الفكره بالتفصيل ان هو لازم تاخد
تاخد الشكل القانوني عشان تقدر تتعامل مع سواء بنوك او مستشفيات او جهات حكوميه او كده. فاتجهنا ان احنا ناخد الترخيص من وزاره الضمان الاجتماعي برقم 5322 لينا مقر في حدائق الاهرام عشان نقدر نمارس بعد كده الشغل بتاعنا. بيبقى لينا فروع في كذا جامعه منهم جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعه القاهره، وجامعه عين شمس المفروض ان شاء الله مستقبليا يعني. باذن الله. دايما انت بتتعامل في فلوس، والسؤال هنا الجهات الرقابيه، انت تحت جهات رقابيه، انت شغال قانوني زي ما انت قلت وشرحت بالظبط، يعني مين الجهه الرقابيه اللي بتراقب عليك والمشاريع والفلوس اللي انتوا بتلموها دي، المشاريع دي بتودوها فين؟ انا عايز اسمع من 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 احمد من فضلك. اتفضل. المشاريع والجهات الرقابيه، هو احنا قرب المايك بعدين. المشاريع اللي احنا بنتكلم فيها الفتره دي، احنا كنا عاملين كوبريشنز مع حاجات كتير الفتره اللي فاتت، وعملنا كذا ايفنتات بندخل فيها الفلوس ديت وبنطلع فلوس ثانيه. الفكره كلها ان احنا نجمع فلوس دي عشان نعمل بيها بقى مصانع مثلا، حاجات كبيره جدا توفر فرص عمل للشباب الفتره اللي جايه. كنا عاملين كوبريشن الفتره اللي فاتت مع حاجه صغيره كده في جامعه، بس كانت هدفها ان هي تعمل يعني هو بروجكت او بروجرام اسمه اي ديفلوب. ده بروجرام 30 يوم، بنبدا ال 30 يوم بنمشي اول يوم بنعمل حاجات مثلا نستفيد منها، مثلا نحضر كورس، نعمل اي حاجه. مثلا بيخش البروجرام ده مع 10 مع بعض مثلا. فانا النهارده لما دخلت البروجرام ده اول يوم رحت حضرت كورس استفدت حاجه، رجعت بالليل فتحت الفيسبوك كتبت في الهاشتاج اي ديفلوب انا استفدت 1 2 3، وكل واحد من اللي عمل دخلوا معايا عملوا نفس الكلام. كل يوم بعمل حاجه دي نفس الحاجه دي بالظبط، وبستفاد حاجه جديده، اتفرج على الفيديو مثلا او اعمل اي حاجه جديده بستفادها، فبيتدخل برده باخد بيكتبوا نفس الكلام ده. فانا لما خلصت 30 يوم انا استفدت خبرات من 10 تانيين، يعني هم عشت 300 يوم، 30 في 10 300 يوم، استفدت خبرات 300 يوم. فده البروجكت دوت احنا بادئين عليه الفتره دي، لسه هنبدا. عملنا اتفاق مع 75 ان احنا مثلا برضو بنطبق عليها نفس الكلام دوت، ان احنا بقى بنوجه الشباب ان هم يوظفوا طاقاتهم كلها، ان هم ايه يعملوا مثلا دعايه للمنشات الكبيره اللي زي ديت، يلموا يجيبوا تبرعات ليها. يعني مثلا احنا دلوقتي لو في الجامعه عندنا بدانا اول يوم سوشيال ميديا عملنا دعايه لسوده 57، ثاني يوم تاني ننزل في الجامعه نكلم مع الناس. جينا في اخر الاسبوع 57 جابت بوث مثلا ونزلته هناك في الجامعه، ساعتها اللي هتلم فلوس كويسه جدا. ليه؟ لان ال 10000 اللي هيتبرعوا اتبرعوا. لا يعني الموضوع مش بس فكه من خلال المحلات الكبيره او السوبر ماركت الكبيره، ولكن ايضا دي ممكن بقى يعني من خلال حفلات او من خلال دعايه في الجامعات تلموا برده مباشره من الناس. علشان خاطر ندعم اي منشاه محتاجه حاجه قويه زي كده. طب انا عايز اسال هايدي برده، يعني واضح ان انتوا يعني ناس بتشتغلوا فاهمين بتعملوا ايه، عاملين اقسام في الجمعيه، في قسم التطوير، قسم العلاقات العامه، ده شيء هايل. العلاقات العامه، وانت بتدرسي اعلام اكيد بتدرسي علاقات عامه برضو، فعارفه انت بتعملي ايه. العلاقات العامه دي بتعملي فيها ايه؟ ايه وظيفه العلاقات العامه في الجمعيه؟ هل بتلفوا على الهايبر ماركت وتعرفوهم بالفكره؟ هل بتعملوا حفلات او ندوات؟ يعني ازاي بتوصلي فكره الجمعيه وتلمي الفلوس؟ هي الفكره دلوقتي ان انت عندك يعني بتعرفي الناس ايه هي فكره فكه اصلا، بتقولي الناس فكه دي كذا 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 كذا، فمثلا بتجيبي نيو ممبرز لو عندنا ايفنت مثلا عايزين ناس جديده تدخل للمحتاجين في كوميتي معين. يعني بنعرف الناس ايه هي فكه علشان يتبرعوا لنا، علشان يساهموا، علشان اللي عنده بروجكت عنده فكره يجي لنا. فاحنا مسؤولين عن اي ريليشنز ما بيننا وما بين مثلا اورجانيزيشن ثانيه، نقول لهم مثلا عايزين، يعني احنا اللي بنتفق معاهم. بس دي هي كل فكره ان الايمج بتاعت فكه احنا المسؤولين عنها. الناس بتقابلكوا ازاي يا هايتي لما بتتكلموا معاهم؟ بتقابل الفكره ازاي؟ هو احنا غالبا ما يعني لما اتكلمت مع بشر ما كانش غير في الجامعه بس. فلما اتكلمت معاهم لا عادي، بالعكس مرحبين جدا، وايه ده الله، هو فعلا في حاجه كده؟ طب انتوا تلاقيكوا تبع الحكومه؟ لا احنا مالناش اي صله بالحكومه. طب انتوا لازم موافقات كتير وبتاع وكده، فبرضه بترجعوا تاني تحت اشراف الحكومه وبتاع. فقلنا لهم يعني اوكي بناخد موافقات وكده، بس احنا اصلا حاجه خاصه مالناش دعوه بالحكومه، مش مستبعها. يعني احنا دلوقتي عندنا فكره بجد هننفذ، هننفذها لكم كده. وانتي بتتكلمي مع الشباب وبتطرحي الفكره بتاعتك، بتحاولي تجتذبي شباب يشاركوا معاكم في العمل ويشتغلوا معاكم؟ انت اصلا ما تيجي تكلمه تقول له انا هحقق لك حلمك، هو هيجي ايه ده؟ لا خلاص، يعني لو عنده مشروع تخرج هو مش عارف يعمله والمشروع ده حلو، عندنا كوميتي اسمه البي ام، ده بيشوف بيعمل تخطيط، يشوف ايه هو البروجكت اللي هو عايزه احنا اللي بننفذه، كلنا بنشتغل تحته. طيب كل الكوميتيز نعرف بقى الحكايه دي، يعني انتوا لما بتلموا دلوقتي الفلوس وفي ممبرز جوه الجمعيه او اعضاء
يعني انتم موجهين الفلوس دي لمشروعات بعينها، مختارين مجالات، ياسر ايه اهم المجالات اللي انتم مختارينها علشان تصرفوا الفلوس دي فيها؟ هو 5 مجالات، منها الصحة، التعليم، الصناعة، التجارة والرياضة. بنشوف المشاريع سواء صغيرة أو كبيرة، بس بنبدأ طبعا يعني على المستوى اللي هو الصغير شوية، بنشوف لو في حد عامل مشروع شايفين إن هو ممكن ينقل مصر لمستوى أحسن أو مستوى أفضل، بنشوف الإمكانيات المطلوبة إيه، بنعرضها على ناس متخصصين في المجال ده، بنشوف لو في إمكانية إن احنا نقدر نساعد سواء بشكل معنوي أو بشكل مادي أو بشكل أشخاص ممكن يعرفوهم حاجات أحسن أو يعملوا حاجات أفضل يعني للمشروع، بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نساعدهم. ما عرفناش بنقدر نعمل زي همزة وصل ما بيننا وبين الناس اللي هم ممكن يحقق لهم المشروع ده. أحمد، وإنتوا بتشتغلوا كل واحد فيكوا عنده أمنية ونفسه يحققها، ولما بتخلصوا بروجكت انتوا بتعملوه او عمليه انتوا بتعملوها، عايز اعرف تتعاملوا مع بعض ازاي وبتفكروا ازاي؟ اتفضل. والله واحنا وقت البروجكت بيكون كلنا في جو من البوزيتيف انرجي غير طبيعيه، ممكن نرفع المايك. يعني كلنا في جو بوزيتيف انرجي يعني غير طبيعيه، كل الناس بوزيتيف، كل الناس مبسوطه، كل الناس بتضحك. بعد ما بنخلص مثلا الايفنت اللي عاملينه، او احنا قبل كده نظمنا حاجات كتير، او بنخلص الحاجه اللي نظمناها، كله بيكون مبسوط ان الحاجه نجحت. كله طبعا كل الناس بتوزع عليها شهادات طبعا ان هي شاركت في المجال ده ونجحت وكده. كله بيكون في يعني في قمه السعاده وقمه النجاح في الوقت ده طبعا. لان ده الوقت بتاع يعني لم الثمار بتاعه التعب اللي هم اتعملوه كله. صحيح. طب احمد، انت شغال على تطوير الاعمال والخطط المستقبليه بتاعه الجمعيه، فانتوا مش بتبصوا تحت رجليكوا او ان انتوا بس تعملوا اعضاء وتعملوا فكه دلوقتي، لكن بتبصوا للمستقبل. ايه الخطط اللي بتخططوا لها في المستقبل؟ والجمعيه عمرها قد ايه مبدئيا يعني؟ الجمعيه عمرها داخل في حوالي 2. طيب يعني انتوا بتخططوا لايه بقى بعد 2؟ بتقيم نفسك ازاي وبتخطط لايه في المستقبل؟ هو احنا في المستقبل ان شاء الله يعني احنا كنا قبل كده من فتره شركتنا كنا سبونسر في مؤتمر بتاع اسمه بتاع هو حاجه اسمها شباب المستقبل. ده كان فيه اختراعات كتير جدا وناس كتير بتعمل افكار جديده قويه جدا. فاحنا من خططنا المستقبليه ان احنا مثلا نجيب افكار من افكار ديت وندعمها ان هي تكبر، والراجل وصاحب الفكره دوت يقدر يوصل فعلا اللي هو عايز يوصل له. ودي كلها كانت افكار تقيله يعني مش معموله قبل كده. فده في حد ذاته هيبقى اصلا يعني انجاز ان احنا يبقى عندنا بحث علمي مثلا نطوره، هيبقى هنقدر نطور يعني يبقى عندنا مصانع نوفر فرص شباب كتير جدا للناس اللي في الشباب اللي ما بيشتغلوش. هنقدر نعمل نقوي نعمل مستشفيات ببلاش وتكون أفكار قويه جدا. وطموح الحقيقه مشروع. هايدي، انتوا كام في الجمعيه؟ اكتر من 100. اكتر من 100. انتوا بتشتغلوا على القاهرة بس ولا؟ احنا بنحاول ننتشر على قد ما نقدر يعني دلوقتي في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة، بس احنا اصلا بدأنا في جامعة مصر. يعني بنحاول يعني كلها شباب جامعات. ياسر، هل انتم مستهدفين شباب الجامعات يعني بالتحديد، ولا انتم ممكن تضموا اعضاء اكتر من كده؟ وعايز اعرف ليه الجمعيات الشبابية دلوقتي كترت؟ هل ده بيتزامن مع احساسنا بان الشباب لازم ياخدوا دورهم في المجتمع منذ الثورة يعني، ولا ده فكرة؟ ليه دلوقتي منتشر في رأيك؟ منتشر عشان أكيد كل واحد أو كل مجموعة بيبقى عندهم حلم معين نفسهم يوصلوا له، فبيحاولوا إن هم يخططوا عليه عشان يوصلوا لحاجة معينة سواء للبلد أو يعني يشبهوا رغبة عندهم، إنه مثلا نفسه يبقى عنده الشركة بتاعته أو يبقى عنده مؤسسة أو بيعمل حاجة حتى هادفة في المجتمع، ما يبقاش شخص ملوش قيمة أو كده. بس بلس بقى ان هم كل واحد اكيد يعني بدل ما يبقى هو بس دراسه بس في الكليه، لا دراسه وبيكتسب خبرات سواء هو بيكتسبها من نفسه او بالاحتكاك مع بعض الطلبه اللي زيه يعني. بس مش كلها طلبه يعني، انتوا ممكن تقبلوا حد غير الاساس بتاعنا طلبه بس يعني بيجي لنا ناس كتير جدا خريجين، وبرده كان في من حوالي شهر برده حد كلمنا يعني راجل كبير اكتر من 40 سنه كان عاوز يخش في المجال بتاع اداره المشاريع وعنده يعني واخد ماجستير وحاجات كده، بس الموضوع بس محتاج وقت عشان نقدر نظبط يعني السيستم اكتر. لكن هو الاساس الطلبه، وبيبقى لو في حد من يعني حتى كمان في ناس من ثانويه عامه وفي ناس في اعدادي حابين الفكره ونفسهم يشاركوا، بس يعني حته التنظيم بس مش اكتر يعني. هايدي، انا هختم معاك انت وبرساله هتوجهيها للشباب وانت قسم العلاقات العامه، تقولي لهم ايه عشان يشاركوا مش في شرط في جمعيه فكه بس، لكن في العمل العام بشكل عام. اتفضلي. اوكي. هو انت عموما لما تيجي تشارك في حاجه انت بتحس ان لك ليك قيمه. انا بدل ما بشارك انا موجود،
فهي دي كل فكره، ان مادام انا موجود يبقى لازم اعيش عشان احقق حاجه في بلدي. يعني حسب افكارنا المفروض ما نهدرهاش عشان يعني نكبر ونطور يعني. ان شاء الله احنا بنشكركم، ويعني حلو طموح الشباب وحلو يكون عندنا فكر للمستقبل، وان احنا لما الحكومة أحيانا بتعجز عن تحقيق طلباتنا علشان هي على قدها كميزانية، الشباب بقى ياخدوا زمام الموضوع ويحققوا بنفسهم، فده جنب اللي جنب كده مع القطاع الخاص هيكون إن شاء الله حاجة جميلة وحاجة تبعث على الأمل. شكرا لهايدي والأحمد والياسر، ويا رب دايما في تقدم كده إن شاء الله. شكرا جزيلا ليكم، وهنخرج لفاصل، والفقرة اللي جاية إن شاء الله فقرة حلو الكلام وفن الربابة، خليكم معنا.